مغاربي فرنسي في الواقع باش نقيموا التجربة التونسية في مجال زراعة الزيتية. التجربة هذه اللي هي تمت في تونس منذ 8 سنوات أعطت نتائج في المساحات وأعطت نتائج عند الفلاح اللي بسرعة كبيرة ياسر تعدت من 400 هكتار ل 15000 هكتار. هذوما ال 15000 هكتار اللي خلطنا لهم صحيح الفلاح استنفعوا بهم، المستغلة الفلاحية ظهرت الجدوى نتاعها، وفي الفلاحة الوقت عنده قيمة، معناها كي نشوفوا تأثير الزراعة هذه على في الدورة الزراعية نتاع الحبوب معناها نلقاو هي ركزت فكرة الاستدامة نتاع منظومة الزراعة الكبرى. احنا شنو نطمحوا في المرحلة الجاية؟ انه السلطة والمقررين السياسيين يشوفوا اشنية مفعول هز الزراعة هذه والمحصول الزيتي اللي خلطنا له في الفيتورة وتأثيره على الميزان التجاري الغذائي متاعنا في الزيوت. نعرفوا احنا اللي احنا نورده في الزيوت بصفة كبيرة، معناها تقريب 800 مليون دينار عمناه بالانتاج المحلي متاعنا، نقصنا من الواردات تقريبا 70 ولا 80 مليون دينار. الملتقى هذا اللي كان احنا لينا عنده أهمية كبيرة، احنا الزراعة الزيتية بديناها عندها عامين ثم ما رانا جدد في الواحد، ثم كاين بزاف الحوايج اللي استفدنا منهم، معلومات في الزراعة في التنظيم. وحنا دوك رانا قاعدين نواجهوا في أزمة كبيرة، أزمة غذائية مع الشيء اللي قاعد يصرى في أوكرانيا وروسيا، ولازمنا نواجهوا الأزمة هذه. كيف نواجهوا؟ لازم التلاحم ما بيناتنا، يعني لي بي مغربا، ونكتفوا العلاقات ما بيناتنا باش نعودوا ننجو باش نكفيو روحنا الاكتفاء الذاتي ونقدروا ما نصدروا. والوقت حال انه الدوله باش تاخذ بزمام الامور، الامكانيه متوفره باش نحسنوا في الانتاجيه نتاعنا، وفما يعني حتى وزاره الاشراف يعني سيد الوزير يعني حتى هدف يعني انه باش نوصلوا حق امن الغذائي، وهذا يعني ممكن اذا كان تضافر الجهود نتاع الناس الكل، تتعاون الناس الكل يعني تحط ايديها في ايدين بعضها. الطاقات الانتاجيه موجوده، الفلاح زاد كيف عنده جانب المسؤوليه، الاطراف الكل دونك يلزمها دونك تحط ايديها في ايدين بعضها باش نوصلوا نحققوا الهدف هذايا هو الامن الغذائي.